كلشي فيك الضم خساره فيك الدرس لاختاريتي تصدم مسطره فيك الضم مصاري فيك داش قلبي سديتو بقفل باقا شي ساعه وربع بحال هكاك واش ادن الصاله ديال العصر ان شاء الله مسافر اش عطرتي خاصك شي تصلى صح التليفونات وهاد التطبيق الخوت فيه بزاف ديال المزايا واهم حاجه هو ساهل في التطبيق ديالو اب لايف تقدر تعرف فيه بزاف ديال الناس في مختلف دول العالم وغير باش تعرفوا الخوت تطبيق اب لايف فيه اكثر من 300 مليون مستخدم يعني الا درتي لايف امبوسيبل تفرج فيه راسك واجي تاي انا يهم واهم ميزه الخوت اب لايف هي عندهم بزاف ديال الالعاب تقدر تلعب فيهم انت وصحابك اونلاين يعني اللي جاك الملال دردش معاه وكذا تقدر تلعب معاه اونلاين وبلا ما نطول عليكم الخوت اللي بغيت تيليشارجي لابليكاسيون اللي غنحط لكم في اول كومونتير دخلوا الداري تيليشارجيوها فرجه ممتعه رشيد في خبارك خونا خرج عاوتاني تقولش لي خونا في الله هو افراشيري ناري مابقاوش الناس واعشيري ولا كيفاش حتى ولينا شي الناس واعشيري دابا ولا ديروا حسابنا دابا عشيري ومنعوك هاو جد راسك عاوتاني تولي تطلع مع الثمانية ولكن على الله يكون دار عقلي غادي يتشرف لنا مسطوحة يقرب لي والدي انا مشاكل اخو انا بعدا ما كنحملوش هاد الخايب خويا خشيت تليفوني بعدا في جيبي لي وليدي من هنايا اخ الدار هذاك اشي خصك تكون وحده معاه السطوحه غنوصل الوالده تولي تنشر لي اخويا في الدار نكذب عليك لا تا خويا تحنا التليفون والله شرينا ما خبارك شدش بسمين عليه بسمين عليه انا لي جا السطوح اوه دريره بزاف اخويا داك السيد والله ما فهمنا فيه والو هذاك ما يديرش عقل واشير هذاك الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي اشير وغيدبر لا دبر لا بغى يدبر على الصناعه يلقاني انا يا بعداك الحبس غيشوفوا معايا باش الشعب داكشي اللي ولدي عبد الباري على سلامتك على سلامتك شمالنا جايين من الحاج شارنا شي وراقه وشي قول وصفنا نمشيو نغيروا بيك اش مبوك يلا كي جيت ولدي عبد الباري البيك اللي كان سيته والله ما هزا معايا ما عنديش البيك حتى العام اللي يجي من كاع عندك لا بريك لا والو ما باغيش ديروا كاع الميساجور عيق شو صاحبي مو بلا ما نقعد معاك بزاف ولا نبقى نعاود معاك نفس الفيلم فيما نخرج الروسيطة كل نهار مع السيد العشية وانت تمو الحوت في الماء لا مقادوا معك السيد لا حول ولا قوة إلا بالله السيد هذا ملي كيمشي للحبس فيه النينة وها كيخرج يا ربي السلامة كينوض لينا المشاكل وكينوض لنا التبرزيط مع الشباح اللي فات الساعات
بلدان. نباطة بخير كلشي مزيان على السلامه من الناس عرفناهم موتورك باقي عندك اه باقي هو لا راه سواش واش تبالي تشكش حمر واش واش مال موسى لا موسى لا ما نقلقاش لا لا حول ولا قوة إلا بالله وعدتني نخرج نشوفو معاه غير المشاكل يا ربي يديك شتا ويدخل سلام شكون كي راه ما درتش فيها ما يصلح وما عيطتي ما قلتي لنا انا خارج ما قلتي لنا والو نقادو لك شي لعيبه صافا صاحبي راه المهم هو خرجنا انا دابا موتيفي نريحو حط معايا على النقط على الحروف قول لي دابا شنو هو انت كدير في هاد الحياه شنو هو كدير وياسر تي واش كيدير واخويا شنقول لك درنا لافاك راك عارف خدينا ليسونس ديالنا ودفعنا السيفن الله نتقبلوا اخويا راه داروا معايا السيمانات حتى انا كندير السيفيات مع الدريات وباقي ما تقبلتش مهم شي داك السيف اللي دفعتي تخيل بحال دفعتي في الشركه ديالي وانا قلت لك دابا راك تقبلتي مبروك عليك دابا خاصنا موطور وغنمشيو دابا نخدم في التجاره الالكترونيه اي كوميرس سيمو لايف واخويا واش كضحك عليا ولا شنو واش انا كنقرا حتى كنقرا وتجي انت تقول لي نمشي معك اي كوميرس وانا عارف الاي كوميرس ديالك كيفاش داير دابا تخيلوا انا هاني ماشي مشكل وياسر اش غنديروا معاك وتحاش عليا انا اخويا واش بقاو ناضي كي العاده دابا اسمعني اسمعني نوض وجد لي راسك نوض شل شل بس موطور راهو عند عساس انا عمرو فيه ليسانس اسمع طا 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 باق 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 كحنا نوض تبعني على حساب تبنا دابا باقي ما مسخن حتى بلاصتو حتى هو كيما عندي ما ندير اخويا هو اللي عندي فرد يلا نمشيو خونا تسمع الناس صاحب انا دابا نشرح لك الخدمه كيفاش داير شنو هو الشيء غنبقاو مريحين هنا غادي يبان لينا شي اشهار جاي ما حنا خدامين في التجاره الالكترونيه غنطلقوا الادز بغرق سالت الفيل معايا انت ما دابا بحال داك خونا راه هو داك تاو داخل التجاره الالكترونيه دابا دا تاو داخل التجاره شو دايز بخير ما خاصو حتى خير خاصنا نديرو معاه خاصنا نمشيو نسبوريزي سميتو سبونسوريزي باش حنا نخدمو فهمتي فهمت واش معايا اخويا سير بين لي يلا تبعني سوق الموطور
ما شاء الله. خويا شحال في الساعة؟ هادي خويا 3:30 باقي شي ساعة وربع بحال هكاك باش أدن الصالة ديال العصر إن شاء الله. مسافر أش حطينا شي خاصك باش تصلى صح. واش هذا هو الإيكوميرس أصاحبي؟ إيكوميرس التجارة الإلكترونية. التليفونات شي تجاره الكترونيه بحالك باش كتمشى والشيء ديال الله النقع ديماري اش كتضحك عليا دابا ديال التجاره الالكترونيه ديالنا ديال الشبكه ديالك وانت شراو كيخرخر اصاحبي وانت ديماري اسمعني اسمعني اوصل لي بلاصه انا غادي معاك غادي معاك ايوا ها هو الموطور ماشي ايوا بسبابي اللي كواني اللي مشى وخلاني كي طيح اللي تفكر همي وي فردة أوم الألعاب لهم الصباح مسطع لي راسي فيهم صرت لعب هاي سترتيلي يوسف قول لي مالك شفتك اليوم مغير ماشي هو هذا كيف ما موالف شنو كاين اه انت عارف اني كنخبي عليك والو بصراحه راه خويا خرج من الحبس وعطى الصفره والطوران وعاوتاني غيسطع لي راسي والله ما عرفش ما ندير معاه واش غنقول لك يا يوسف راه خو كيما كان الحال وما عندك ما دير ليه راه دابا يدي الله وما يبقاش كيما كان غير صبر ربي كبير ايا انت ما عارفه والو كنت عارفه ما تقوليش لي ديك الهضره ولكن شوف انسى دير بحال ما قلت لك والو واخونا والحبس راه ما فعال ما والو هذا صح شحال خاصنا نمشيو نخدموا حتى مريح ليا هنايا اتفرقي عاده باش تعرف شنو دابا قولي شنو اويلي يوسف شكون هذا هذا بوع اخوك خو بلع كنا ناكل اي لعيبه يوسف شنو دابا صاحبي يلا مشي حتى هذا هو خويا اللي قلت لك عليه فرده صافي اصاحبي راه ما كاين والو اصاحبي والحبس الايكوميرس ما كيبغيش حتى للدار دابا غتمشي معايا دابا ما مفاكش معاك باش صافي الفرده سير للدار اصاحبي اش دير اش نقول فرده خلي عندك الموطور مزيان الموطور اه في بلان اخليك في بلان وانت عندك سيمانه سيمانه ما تجيش ما غنجيش عندك الفرده نحلف بالله من صافي اصاحبي الدريه صافي الدري ديالك صافي الدريه خيط حيد صافي المهم لا ما نوصلك صافي حيد تهلا لي في راسك يلا تهلا عشيه الله يكمل الله يحفظك انيسه سمح لنا على الديرونجمون تحياش فين خلينا مشى الله يا ربي الله خرجها مني مري ولكن سمح لي واش هذا هو خوك كلو الشر مع راسو ويلي مشو شنو هو مشو اصاحبي ما عنديش مع فرونسير سمعتك ترى السخور كيسمعوا من في عيشة خونا لا دابا غنمشيو نو والله حتى دابا غنمشيو والله حتى نمشيو بالله يلا بحال هكا صح هاني جاي هاني جاي هاني جاي ويلي حي واش هذا مشو خلاني ناري باز لي مع خو ما حق له قال لي ديك الهضره ناري 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 ما يمكنش اويلي كلوشار كيخلع يا ربي السلامه واي واي بديتي وليتيني ياسر حتى انت مشاو خلاو وما مشاو وانا ما نحل ديك واحد الله يخلاص العامل الكبير الصغير اويلي خيب شي فيك الظلم خسارة فيك الدرس لاختاري شي تصدم مسطرة فيك الطن مصاري فيك داش قلبي سديتو بقفل حسقة تبعني الفريش ما يقيمش عليك بلاش الموسيقى الوقت خداج فلوس خاصة مسدس تزريم كيجيب دراع بالجيب اكون سباع كنسى وما كنسمحش شل دابا باقي معاك وغداليك ما غنسمعش شنو قصي ما غنشبعش مدينتي عامرة خشوبة وكينا موب خونا هنا في الزنقه هذه فين يكونوا الضربات اول واحد غيبان اسمع كونترول سي كونترول في مشاش اخويا بروجوك خليتينا نمشيو في حالاتنا للدار ضربات ولا كذا خلينا نمشيو في حالاتنا معنا الدري الصغيره صح
راه معوشاني على خواه هادي هادي وغنمشي. هبط واش كضحك علي انت؟ راه موظف تلقاك تشد 2500 درهم الشرب مسكين عنده شي سونطار هو صاحبي غنديو ليه ديالو اصاحبي. حتى كون عرف شي ديك الشكاره شنو فيها كاع ماش بقى داواها اصاحبي. اسمعني اسمعي هذا انت اللي غتمشي عنده. شنو هو؟ والله انت اللي غتمشي عنده. وانت ما غتمشيش عنده. حيد عليك الخوف هادو. اخويا انا ما كنديش بنادم ديالي. وهادو راه متعد عين اصاحبي هادو راه موظف ماشي شي واحد كون كان شي واحد. خويا دابا اسمعني اسمعني غندير لي ديالهم شوف حالات. غنمشيو بحالات. والله حتى هو هذا هو اخر واحد انا غشت لك امك. خويا مزيانه. غنمشي يلا بينا. يا ربي تضرب عليك. ترى على بونت كيبغي يشدني اصاحبي. قلب قلب ماشي يكون في على راسي ديال العشيه. تورق لي من الصباح ولا جري كدا في الاخرى والله اسيدي. تعمل شو المهم المهم ما تعرف كون فيهم شي لعيبه. دريهم دريهم شكون عطالك اصاحبي؟ تورق لا ما يمكنش. مالك اخويا شنو صار عندي؟ ياك اخويا عبد الباري ياك اخويا هاد شنو نضمون فيك؟ موظف اللي ديني ليه داكشي السي في ديالي محطوط كامل 3 سنين ديال القرايه مشات ليا كامله في الزيرو. صافا صاحبي انت راه قلت ليك انت خدمتي عندي انا راه قبلتك هو ما قبلكش انا قبلتك. شنو بغيتش تبدل عبد الباري؟ ما بغيتش تبدل. كنت باغي خير اخويا عبد الباري حتى خرجت. ما فهمتش والله ما فهمت اصاحبي واش غنبقاو في حال هكا دابا كون ما كنتيش كوراني خدام مصوفي راسي ومصوفي خويا اصاحبي. ما فهمتش هادشي اللي كدير اخويا والله ما فهمت بحق الله. دابا قولي دابا انت غتخدم في ليسونس دو ليتيراتور دو اغاب التجاره الالكترونيه حسن لك من هادشي اصاحبي. تسافر ما وقع والو اصاحبي اجمعني غتعيش بخير اصاحبي. سيفي ولا موظف اصاحبي تسافر دوش معانا اصاحبي. خويا لا مشى في حال هكا مشى الناس الله تعالى مشى يوسف الصاحب. عاد صاحبو صافي ساليش عندي بزاف في الدار. حسن يا جماعة أبري ميدي دعايات يخلو بنادم مغاشي العيب اللي فيهم نساوه دايرين في رويات يجي جو بطل في الغاشي. حنا يا ما نديروش حساب لهاد الهضارة. شكون معاه؟ السلام عليكم سي عبد الباري هذا؟ هو هذا هو هذا. شكون معاه؟ معك إدارة السجون المحلية. عندنا لك واحد الخبر اللي ما غاديش يعجبك.
اللي جاي هو جاي عاوتاني غادي يبرز ليا مخي. المهم تخصني وجد لي فلوس قبل ما يوصلنا عليه. هايا ودي الروسيطة ديال يومين ودي عبد الباري بقى لي على خاطرك. هايا الروسيطة ديال يومين جمعتها لك عباش ما تجيش عندي غدا تبقى على خاطرك ودي عبد الباري. والله الا عادي ما جمعتها لك عاد ما شقات النفس ودي عبد الباري بالله قديرها ميتة راك عارف هاد الايام ما تماكل ما يدان. سبحان الله عبد الباري خلصني في كار. شكون اللي قال عبد الباري غيتغير وغادي يتوب لله؟ الدنيا واخر الخطاؤون هما التوابون. سبحان الله. قال جالس على موطور وما اداني من او افريد ومفتش على علامة الساعة. تورق عليه شكون؟ افري مريح في الدار ولا في دابا كيمشي تجارة الكترونية العيبات مفهمتش مالك. وسبحان المبدل الاحوال يا سير انا نمشي نجيبو الفطور اكثر. سالوا لي في الدار انا غادي نمشي. شك اليوم سوزرتيني حدا الدار ما موالفاش لك. واش غنقول لك راه انت عارف بابا صعيب راه ملي ما كيكونش ماشي للخدمه راه خاص نتسناه حتى يمشي وعاد باش انايا نخرج. اجي حق قول لي اش درتي مع داك خوك؟ خويا راه ما بقيت فاهم والو في خويا ما بين ليل ونهار حتى راه ما بقاش كلشي قمري حف الدار. ها اويلي واش عارف اش كتقول؟ لا ما لا 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 والله ما تيقتك لا انب اويلي قالك تبدل. لا لا واخا انا تقول لي لا لا والله ما تيقتكش انايا ما باقا ما متيقاش انا هاد الهضره اصلا اللي انت كتقول لي فيها هذا كيتبدل. لا سمح لي والله يلاقيك معاه شي نهار وتشوفي كلشي بعينك. دابا شوفي راه نحيدو من هنا. رجع 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 زيد زيد
ارجع ارجع وايفري شنو ديروا معايا ايفري اصاحبي انت اللي غابر من الدار اصاحبي ما جيتي ما والو مالك اصاحبي يوسف انت ما عارف والو اخويا ضروج تمشي للدار ونعاود لك كلشي خويا توحشت كانش وحشك اخويا المهم يوسف دي ياسر للدار ابا مقب وحدي داب وش نجي نعاود صافي شي واخا خويا ما يكون خاطر انا نمشي للدار يا سير يلا نشوف شحال كما قلت لكم الدراري ديك الحجه اللي حجيت مكرهشكم شي حتى وما تجمعوا في الفيسبوك تحجوا الصوره ديك القاعه خصها انت اخويا عبد الله ان شاء الله اخويا ذاك طور خير الخطا ومتوابه لا يا صديقي عبد الباري يا صديقي يا صديقي لا تتنابزوا بالالقاب حتى الاخ عبد الباري الهضره اللي قال لك الاخ فيكتور راه عنده فيها الصح ما ينسوك اخ فيكتور صلاه العصر شحال فيها من ركعه صلاه العصر صلاه العصر توجد فيها خمس ركعات فقط خمس شنو العصر فيه خمسة ركعات مصلي معايا العشاء والحج وتا شت 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 شي انت قاش ما نصلي معاك ما والو تستلم حاجه فيها قاش لا حول ولا قوه الا بالله اه مشيتي والله تقاري عند الفقيه وكنتفرج الاولى وشي القزابري قزابري القزابري كيف في التلفازه والله ما كنعرفو واش يقول السلام عليكم عبد الباري وهذا معك مصلحة السجون الإدارية اسمح لنا سيدي غلطنا لك في الدوسي ديالك كيفاش راك سيدي بصحة سليمة غير تهرتيني مع هاد السجين واسمح لي شنو هو دابا ديك الهضرة كاملة ما منا والو سير الله ينعل على الحمار تاع بوكم كاملين كاملين ما تعطلش عليا انا ناري بالي حشيم حي
عشيري هانيك وشفي خير فري الفوقية طويقية تايت يا سيخيط مقينا العيبات وتعامل معايا بالرجولة دريت تثيني موطور دغير خمسة دقائق ونجي عندك صافي عشيري خاصك موطور مرحبا ويلي زيد تشلو ولا عشيري مرحبا خويا شريح تشلو تلقى الفردة والله عشيري اي اي حرام تبدل دابا فما يتلقاني بقيت خيبتي فيك الضم خسارة فيك الدرس لاختاريتي تصدم مسطرة فيك الضم مصاري فيك داش قلبي سديتو بقفل حسقة تبعني الفراش ما يقيمش عليك بلاش موسيقى الوقت خداج فلوس خاصة مسدس تزريم كيجيب دراع بالجيب اكون سباع تنسى وما كنسمحش شل دابا باقي معاك وغدا ليك ما غنسمعش جنو قصي ما غنشبعش مدينتي عامرك شوبة وكينا صغر الدم كيغلي في يدينا الغربة الو فينك بلود معايا تشلم فيني في القلب فريه في الايتم في الكونت عندي اعاقة خصني ما نهبطش الريشم خيبتي فيك الضم خسارة فيك الدرس لاختاريتي تصدم مسطرة فيك الطم مصاري فيك داش قلبي سديتو بقفل حسقة تبعني الفراش ما يقيمش عليك بلاش الدم كيغلي في يدينا الغربة الو فينك بلود معايا تشلم فيني في القلب فريه في الايتم في الكونت عندي اعاقة خصني ما نهبطش الريشم خيبتي فيك الضم خسارة فيك الضم صامي ننسك يا المرحوم يا اللي قلوبنا حزين عليك ان شاء الله الرحمة ليك تدوم وفي قبرك تنور ليك صورتك ديما تبقى في البال حضرة معنا سكنة في القلوب